طيب يبقى كده يا جماعه، زي ما قلت انا عندي الازهار ماليش دعوه بقى. بصراحه انا دلوقتي عندي انواع التلقيح نوعين، حاجه اسمها سيلف بولينيشن تلقيح ذاتي، ودي لما تكون عندي تنتقل البولين جرينز من الانسر بتاع الفلاور تو ذا ستيجما بتاعت نفس الفلاور. طيب لو عندي حصل او على فلاور تانية بس على نفس البلانت زي ما شايفين كده، انما الميكس بولينيشن ده لما تنتقل البولين جرينز من انسر بتاع فلاور للاستجما بتاعت انذر فلاور، اهو ذا بروسيس اوف ترانزيتو اوف ذا بولين جرينز فروم ذا انسر اوف ذا فلاور تو ذا ستيجما اوف انذر فلاور، بس بشرط من نفس النوع. ما ينفعش مثلا البولين جرينز بتاعت البازلاء تنتقل الى الاستجما بتاعت مثلا الفول، ما ينفعش، لازم من نفس النوع. ده بسميه ميكس بولينيشن. يبقى انا عندي هنا انواع البولينيشن اثنين، عندي حاجه اسمها سيلف بولينيشن ودي ما بتحصلش الا في حاله الهرمافروديت فلاورز، الازهار ثنائيه الجنس. انما السيلف بولينيشن بتحصل في اي وضع، بس اهم حاجه البولين جرينز تنتقل من الانسر بتاع فلاور تو ذا ستيجما اوف انذر فلاور. نيجي بقى للحاج مندل. مندل واز ذا فاوندرز اوف هيرديتري، هو مؤسس علم الوراثه. هذا اللي هو جريك جريجور مندل، جريجور مندل اللي هو اسمه كده يعني جريجور مندل، ده كان راجل هو مؤسس الهيرديتري. ليه؟ لانه هو بيكوز از ساينتست، ذا ساينتفك ستاديز اوف ذا هيرديتري ستارتد ويز مندلز اكسبيرمنتس، يعني علم الوراثه بدا بتجارب مندل. يبقى بيكوز ذا ساينتفك ستاديز، الدراسه العلميه اوف هيرديتري ستارتد ويز مندلز اكسبيرمنت اون بي بلاند، على نبات البازلاء. عشان كده هو يعتبر الفوندر او المؤسس او المنشئ لعلم الوراثه. And according to the results reaches by Mendel، والنتائج اللي وصل لها مندل، scientists of hereditary have gathered a lot of the information about how the hereditary traits are transmitted from the generation to another. يبقى النتائج بتاعته هي اللي العلماء بنوا عليها وجمعوا منها المبادئ الأساسية والقوانين الأساسية في علم الوراثة. يبقى مندل ده مؤسس علم الوراثة. لماذا؟ إن هو أول ساينتست، أول عالم هو بدأ إن هو فوندرد أو استودي ذا هيرديتري تريتس إن ذا إكسبيرمنت بتاعته على البي بلانت، نبات البازلاء. طيب ليه مندل اختار يا جماعه البازلاء؟ Give reason. مندل choose the بي بلانت to make his experiments. لاختار البازلاء لعمل الاكسبيرمنتس بتاعته. هنا في عندي ست اسباب. تعال نشوف كده هذه الاسباب ايه. نمبر 1. It's easy. طبعا يا جماعه بيطلب منك اقل حاجه ثلاث او اربع اسباب. يعني لما يقول لك give reason Mendel choose the bee plant to make his experiments، يقول لك بين قوسين كده three reasons or four reasons، اقل حاجه four reasons او three reasons، يبقى لازم تاخد سيادتك هذه الاسباب. نمبر 1، هي سهله جدا. يعني حضرتك احفظ السته ولا ثلاثه ولا ثلاثه؟ لا السته، لان هيقول لك مثلا جيب، ممكن يجيب لك ان يقول لك ايه، قول اربعه غير الاثنين دول، فاهمني؟ وممكن يقول لك قول لي السته، وممكن يقول ما يقولكش خالص، ولو ما قالكش مضطر تكتب السته. نمبر 1، ذا ريزونز فور تشوز مندلز بي بلانت تو كوندكت هيز اكسبيرمنتس. نمبر 1، اتس ايزي تو بلانتد اند جروس، يعني ايه؟ سهل زراعتها ونموها. البازلاء يا جماعه من نوع اللي هو زراعته سهله، هات الارض تكون التربه صالحه، حط البذره ارويها طلعت بلانت، خلاص شكرا، مش محتاجه بقى عنايه ولا مش عارف ايه ولا ضوء ولا حراره ولا مش عارف، لا 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 لا، في اي وقت تتزرع. نمبر 1. نمبر 2، اتس لايف سايكل شورت، يعني ايه بقى يا جماعه لايف سايكل شورت؟ دوره حياتها قصيره. ازاي؟ يعني انا النهارده مثلا زرعت بي بلانت، تمام، النهارده زرعت البذره،
طلعت نبات وطلعت لي بذور بعد فتره قصيره، ولتكن مانس او مثلا 40 يوم او 50 يوم او 2 مانس مثلا يعني، وليكن. طيب اقدر اخد البذره اللي طالعه ديت واجربها تاني وازرعها تطلع نبات جديد وهكذا بعد كمان شهرين ثلاثه ولا بتاع، والبذره طلع اخدها تاني واجربها، يعني اقدر اعمل خمس ست تجارب على البلانت في سنه واحده او اقل. وده ميزه في البي بلانت ان هو اللايف سايكل بتاعته قصيره، يعني اقدر اعمل تجربه والنتائج هتطلع لي على طول، واخد النتائج طلعت واقوم اعملها تجربه تاني واطلع لي على طول وهكذا. انما لو تعالى شوف بقى مثلا وليكن الانسان، علشان استنى رجل الولد اتولد النهارده استنى 20 سنه عبال ما ينضج وبعد كده يتزوج واستنى لحد ما ينجب وبعد كده ابنه يكبر، يعني عشان اعمل تجربه طبعا مستحيله. في بعض النباتات ما تنفعش زي ما قلت لك زي النخل البي بلانت. ثواني بس حضرتك، يعني ايوه مارك، يا مارك ما حضرتك يا سيدي، يعني انا قصدي يعني هو حضرتك مثلا البسله بتطلع في فتره قليله، يعني مثلا في شهر تكون النبته طلعت. ما انا ما اعرفش قد ايه بامانه يا مارك، بس فتره صغيره شهر او ماكسيموم شهرين مثلا، تكون النبته طلعت وطلعت بذور. تمام ماشي. والبذره خدها وازرعها تاني عشان نشوف نتائج الجيل التاني والتالت والرابع، فيبقى اصبح عندي السنه كلها اقدر اعمل فيها اكتر من ايه من تجربه، يبقى عندها ايه؟ اتس لايف سايكل الشورت. نمبر 3، ودي بقى ميزه مهمه جدا، الفلاورز بتاعتها هرمافروديت، يعني ثنائيه الجنس. يعني ايه؟ يعني ممكن تلقح نفسها ذاتيا، ودي حاجه انا هحتاجها ليتر بعد كده في الاكسبيرمنتس بتاعت مندل، ان هو هيسيب البلانتس عشان تلقع ذاتيا. فاصبح من الميزه في البي بلانت ان هو هرمافروديت، يعني يقدر يلقح نفسه ذاتيا، تمام، كان بي سيلف بولينيشن. نمبر 4، it can be easily artificially pollinated. دي حاجه بقى ميزه ثانيه، يعني ممكن ان انا القحها بقى مش ميكس بقى مش خلط، لا 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 لا، صناعي. يعني ايه صناعي؟ هقول لك يعني ايه صناعي. التفات يا جماعه ان عشان يحصل بولينيتد لازم البولين جرين تنتقل من الموتوك اللي هو الانسر الى الاستجما. طب انا ممكن اخد البولين جرين بتاعت دي واروح القح بيها نوع تاني من البسله، بسمي ده ارتفيشال. هي لو راحت لوحدها اسمها ميكس، لو لوحدها الهواء شالها، الميه، حشرات شالتها، ايا كان، دي بسميها ميكس. ولكن اذا كنت انا اللي عملت الكلام ده بقصد، جبت البولين جرينز بتاعت هذه النبات او هذه الزهره وخدتها وقمت رايح ملقح بيها زهره تانية بس من نفس النوع من نفس البسله، تقولش بقى اروح اصلح القح بقى فول ولا فاصوليا، لا لا لا، من نفس النوع، بسمي هذا النوع من التلقيح ارتفيشالي، صناعيا، انا اللي عملت التلقيح وانا اللي خدت البولين جرين من هنا وديتها هنا عشان يتم التلقيح. هنا بقى دي ميزه في البي بلانت، اقدر اعملها كده، اقدر اعمل هذا الارتفيشال بولينيتد في البي بلانت بسهوله. يبقى نمبر 4، it can be easily artificial. اتفضل قول يا مارك. دلوقتي يعني بياخد البول بولين جرينز البولين جرينز وينقلها ينقلها يعني لنبات بسله تاني. بص يا مارك، بص افهمني يا مارك، بص حبيبي، بص يا حبيبي، اسمعني، انا عندي ده نبات نمبر 1، نبات بسله له خصائص معينه، صفات معينه، وده نبات 2 نبات بسله له خصائص تانية او صفات تانية، انا عاوز اجرب الصفات دي مع دي، يبقى هضطر ان انا اعمل ارتفيشالي، اخد البولين جرينز اللي فيها الصفات بتاعه النبات نمبر 1 اروح القح بيها النبات نمبر 2 اللي فيه صفات جديده واشوف نتيجه التلقيح ده يطلع لي ايه. ده اسمه ارتفيشال صناعي، اللي احنا بسميه بقى بالعربي كده بنسميه عندنا التهجين، ان اعمل مثلا زي بالظبط في انواع من الذره وانواع من حاجات اسمها ذره مهجن،
خدت انا مميزات نوع من الذره ومميزات نوع ذره تاني، يعني في نوع ذره في مسكر كويس وطعمه حلو ومش عارف ايه، ونوع تاني الكوز بتاعه كبير وبيطلع حبوب كتيره. خدت نبات من ده، بولين جرين من ده مع الاوفا بتاع ده، وعملت ميكس او ارتفيشال بولينيشن، تلقيح صناعي، طلع لي نوع من الفول اللي سوري الذره بيكون الكوز بتاعه طويل ويكون حبيباته كتير وتكون طعمها كويس او فيها نشوات كتير، يبقى انا كده عملت حاجه اسمها ارتفيشالي بسميه تهجين. فده ينفع في البسله بسهوله، اقدر اعمل الكلام ده لانها عندها الهرمافروديت اللي هي ثنائيه الجنس، اقدر اعمل الكلام ده بسهوله، ودي ميزه من مميزات البازلاء انها كان بي ايزلي ارتفيشالي بلونيتد، يعني هيومن انترفنشن اللي هو تدخل انسان، بقى الانسان هو اللي بيتدخل ويلقح بايه بنفسه. نمبر 5 ات بروديوس ا لارج نمبر اوف بلانتس ان ا جينيريشن. يعني ايه؟ يعني البذره الواحده لما ازرعها تطلع لي شجره بازلاء فيها اكتر من قرن بازلاء، والقرن فيه اكتر من حبه بازلاء، كل ده في الشغله الواحده. فاقدر بسهوله اشوف او ادرس الصفات. يعني ايه الكلام ده؟ ركز معايا لو سمحت. تعال تخيل كده لو زرعت بذره وطلعت لي بذره واحده زيها بس. الله، طب انا هدرس ازاي الصفه؟ ده هي واحده بس. طب ما جايز تكون الصفه جات لها عشوائيه، ازاي بالظبط يا جماعه؟ ايه؟ اتنين مثلا يتجوزوا في الانسان يعني ويخلف اول حاجه يخلفها بنت، يقول لك لا ده خليفته كلها بنات. هو انت مش عرفك ده هو طلع ايه؟ لو هو انجب بنت واحده بس، ما هو ما اقدرش احكم على الصفه الوراثيه من فرد واحد. انتوا مركزين معايا ازاي؟ لكن لما يخلف واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه والاقيهم كلهم بنات، اقول لك ايوه ماشي يا عم، قول بقى يا عم خليفته كلها بنات. يبقى انا ما اقدرش احكم على الصفه من فرد واحد، فبالتالي محتاج هذا النوع من البلانت يطلع لي اعداد كتيره من البذور علشان اقدر اقول الصفه اللي ظاهره عندي هي الصفه كذا او كذا. لكن لو كان هذا البلانت هيطلع لي بذره واحده، اسف ما تنفعنيش، لان البذره الواحده مش هقدر ابني علم ودراسه الصفات الوراثيه على فرد واحد بس. انتوا فاهميني يا جماعه ولا مش فاهميني؟ انا فاهم. فيبقى كده من ميزه البي بلانت ان هو بيقدر ان هو بيخرج لي نمبر كبير، عدد كبير من البلانتس في الوان جينيريشن، وبالتالي اقدر احكم على انتقال الصفات الوراثيه مين اتنقل ومين لم تنقل. نمبر 6 it has different pairs of easily recognized او contrasting traits. كلمة contrasting traits يعني صفات متقابلة، ودي ميزة في البي بلانت ان عنده صفات ضد بعضها. مثال هتلاقي عندك نهوت هيديك قائمة بالصفات المتقابلة في البي بلانت اهو. يعني عندي الزهرة يا اما حمراء يا اما بيضة، فهذه الصفات اسمها صفات متقابلة. يبقى لو انا عملت تزاوج لنبات الزهرة بتاعته حمراء مع نبات الزهره بتاعته بيضه واشوف الناتج طلعت حمراء، يبقى الاحمر هو السائد، يبقى الصفه الازهار الحمراء هي اللي تفوز، هي السائد. ما عنديش بقى حاجه اسمها بينكي وبينكي شويه وابيض محمر واحمر مبيض، ما عنديش الكلام ده، يا ابيض يا احمر. عندي في الانسان مثلا لون البشره ما ينفعش اسميه كده، ليه؟ هيبقى اسمها حاجه اسمها وراثه كميه ملهاش دعوه بيه التريس بتاعت مندل. ليه؟ لان عندي في الانسان في ابيض وفي ابيض شويه وقمحي وقمح امجو وفي اسمر، في عندي الوان كتير، وبالتالي ما اقدرش ان اقول او اطبق عليه الدراسه المندليه. عندي مثلا نوع الوان البذور يا اصفر يا اخضر بس، ما عنديش حاجه اسمها اصفر مخضر ولا اخضر مصفر ولا مش عارف، لا. فاصبح صفتين لما اعمل تلقيح بالنبات ذات بذور صفراء مع اخر خضراء اشوف من الصفه اللي هتظهر ومن الصفه اللي هتختفي.
ويبقى هنا الدراسة سهلة. ليه؟ لأن الصفات في البي بلانت صفات كونتراستنج أو متقابلة مضادة، فعند الصفة وعند عكسها. زي مثلا الشورت والطول، عند البلانت يا إما طويل يا إما قصير، ما عنديش بقى طويل قوي قصير نص شوية. في الإنسان ما ينفعش، إن عند الإنسان من طويل عملاق إلى قزم، وتتدرج الطول، طول هذه المرحلة دي بتتدرج من عملاق لحد قزم زي ما انت عايز قول. فأصبح عندي من خصائص البي بلانت ان عندها كونتراستنج ايه تريتس او صفات متقابلة. يبقى دول الست اسباب اللي مندل بيهم اختار البي بلانت علشان يعمل التغرب بتاعك. ادي الصفات اللي بقولك عليها اهو. عند الفلاور يا احمر يا اخضر، يا ابيض يا احمر. عند البوزيشن بتاع الفلاور يا اما ايند طرف يا اما سايد ايبوتي، يعني موجوده في الابل. ونفس القصه في السيد كلر وفي الشيب كلر. هنا الشيب اهو يا جماعه، فيه هتلاقوا ايه، حاجات سموس، حاجات ملساء وحاجات مجعده رينكلد، يعني هتلاقي فيه بذره بسله ناعمه وبذره مجعده، واكيد بنشوفها كلنا يعني في الحاجات دي كلها. ادي كل دي يا جماعه بالنسبه للصفات هنقولها ليتر بعد كده، الصفات اللي هي متقابله، الصفه وعكسها، كل صفه وعكسها دي موجوده في البازلاء. فعشان كده مندل اختار البازلاء لهذه الست اسباب. عمل ايه بقى مندل عشان يقدر يصل الى العلم بتاعه؟ مندلز اكسبيرمنتس ان ذا هيرديتري، تجارب مندل بقى في الوراثه ديت. الراجل عمل حاجه جميله جدا. اول حاجه طبعا فيرست هندرس بقى ايه ذا انهيرتنس اوف ذا بيرز اوف كونتراستنج تريتس. انهيرتنس يعني توارث او توريث زوج من الصفات المتقابله اللي هي عكس بعض. تعال بقى تشوف مندل عمل ايه. مندل جاب نبات البازلاء، جاب نبات اصفر واخر اخضر، ماشي يا عم مندل. وبعد كده عمل ايه؟ بدا يزرع هذا النبات ذاتيا، يلقحه ذاتيا، يعني خد الاصفر ده وبدا يخليه يلقح نفسه ذاتيا مرة واثنين وثلاثة واربعة. الله، ليه يا سيري عامل كده؟ قال لي علشان حاجة اسمها بي شور ذا بيورتي اوف ذا تريتس. طبعا حضراتكم مش فاهمين، تعال افهمكم. تعال تخيل مثلا كده دلوقتي لو في شخص مثلا عينه لونها اسمر، وبعدين خلف ولد عينه خضراء او عينه زرقاء. الله، هو جابها منين العين الزرقاء دي؟ اقول لك منين. الاب اللي هو عينه سمراء ده يحمل الصفه بتاعت العين السمراء البلاك، ولكن يحمل كمان جين الصفه الزرقاء، بس الصفه الزرقاء مش ظاهره. يعني مش ظاهره، يعني مش باينه عليه. مبدئيا كده يا جماعه تعال نقول حاجه مهمه وهتفيدنا قدام شويه. اي صفه وراثيه، لما اقول لك صفه اللون العين الخضراء ده او العين السمراء او الشعر، اي صفه وراثيه ازاي ظهرت عندي؟ يبقى انا عيني سمراء، ازاي ظهرت العين السمراء؟ علشان تظهر الصفه لازم يجي لها جين من الميل الاب وجين من الفيميل الام، فتبدا تظهر الصفه عندي. طب الاب ادالي صفه العين السمراء والام ادتني عين الخضراء، يبقى انا عندي الجينين، جين يحمل لون العين السمراء والخضراء. مين اللي هيكسب؟ البلاك مثلا، يبقى البلاك ده سائد، يبقى انا هيبقى عندي جين العين الخضراء بس مش ظاهر عليا. يبقى ما هو الظاهر عندي، ليه مش ظاهر عندي؟ لان عين جين اللون الاسود هو الذي يسود، دوميننت. كلمه دوميننت يعني سائد عن عين الاخضر. فهيبقى انا عندي في تركيب الكروموسوم بتاعي احمل الصفتين، صفه العين السمراء والخضراء، ولكن عيني هتبقى ايه؟ سمراء، لان السمراء تفوز. طيب انا ممكن ابني، ممكن برضو ابني يطلع عينه خضراء،
لان ممكن هذا الجين بتاع العيون الخضراء يروح له ويجي له برضه من الام عين خضراء زيه، يطلع الاثنين عين اخضر يبان على عين اخضر. يبقى انا ممكن اكون عيني سمراء لكن ممكن ابني عينه يكون خضراء. ليه؟ لان انا ممكن اكون حامل جين اللون الاخضر بس ما هو ظاهر عليا. لماذا؟ لان جين البلاك هو السائد، هو الذي يسوق دوميننت. وده بنشوف كتير جدا، الاقي مثلا وخصوصا يا جماعه في جواز الاقارب، هتلاقي في الارياف علشان بيتجوزوا القرايب كتير قوي فيها الشعر الاصفر كتير، فيها العين الخضراء او العين الزرقاء كتير موجوده في الارياف. ليه؟ لان الصفات الوراثيه تتقابل لانهم اقارب، فبتبقى سهل قوي تظهر هذه الصفات. طيب يبقى مبدئيا اي صفه وراثيه تمثل بعاملان، عامل من الاب وعامل من الام، والعاملان دولت لما يلتقيا في الجنين تبدا الصفه تظهر. يبقى هنا اي صفه وراثيه عندي ما هي الا جايه من عاملين، في انا خدت عامل من الاب واخدت عامل من الام، تقابل التو فاكتورز ظهرت الصفه. ما ينفعش الصفه تظهر بفاكتور واحد. تمام جدا. مندل لما جه ولقى ان عندي نبات بازلاء وليكن اللي هو الاصفر هيرمزه برمز واي، فمش عارف بقى هل الاثنين واي زي بعض ولا هيبقى عنده واي وواي سمول. يعني ممكن النبات الاصفر ده يكون اصفر بس عنده جين اللون الاخضر. طب وبعدين انا هعرف ازاي؟ قال لي سهله، لما ازرع هذا النبات مره واثنين وثلاثه واسيبه يلقح نفسه ذاتيا وطلع لي كله اصفر يلو، يبقى اضمن ان هذا النبات بيور نقي. طب لو انا زرعته مع نفسه ومره طلع لي اخضر، اقول له طلع الاخضر على جنب، اخد الاصفر تاني وازرعه مع نفسه، طلع اخضر اطلع الاخضر لحد ما ازرع اصفر الاقيه اصفر، ازرعه تاني يطلع لي اصفر، ازرعه تاني يطلع لي اصفر، ازرعه رابع يطلع لي اصفر، اكون كده تاكدت ان هذه الصفه بتاعت لون البذور الصفراء نقيه. ليه؟ لانها لو ما كانتش نقيه، لو كانت هايبرد يعني هجين، كان ظهر لي في وسط كل هذه المرات حاجة خضراء. إنما مندل حب يتأكد إن الصفة نقية فزرع كل نوع عدة مرات وعمل له حاجة سيلف بولينيشن، زي ما عمل على الأصفر عمل على الأخضر، زرع الأخضر مرة واثنين وأربعة وخمسة لحد ما اتأكد. تعالى بقى نرجع الحل التاني بقى هنا في الشرح. مندل شوز بي بلانت ذات بروديوس يلو سيدز مع واحد اخر جرين سيدز، ذن هي بص اسمع بقى الحته دي بقى، هي ميد سيلف بولينيشن، عمل تلقيح ذاتي فور ذيز بلانتس، اسمع اللي جايه بقى، اسمع اللي جايه، فور سيفرال جينيريشن، لعده اجيال، مره واثنين وثلاثه. ليه يا مندل عملت كده؟ قال له اهو تو بي شور ذا بيوريتي اوف ذا تريد، للتاكد من نقاء الصفه. يبقى اتاكد ان الاصفر ده اصفر بس، ما عندوش حاجه تانية غير الاصفر بس. كذلك الجرين نفس القصه. طب ليه عمل مندل كده؟ عشان لما يجي يعمل تجربه يا جماعه ما يبقاش يفاجئ بنتائج ما كانش عامل حسابها. يعني لما يعمل تزاوج بين نبات اصفر ومع الاخضر ما يطلعليش صفات تانية يقول لك اصل كان ممكن يقول لا لا لا، انا مش عايز كلمه ممكن دي، انا عايز اتاكد ده اصفر خالص وده اخضر خالص، علشان لما اعمل تكاثر بينهم النتائج اللي اخدها هبني عليها نظريات وتكون سليمه. نمبر 2، مندل اوبزرفت ذات ذا بلانت هاف ذا يلو سيدز بروديوس بلانت يلو، بس قعد يزرع لحد اليلو وطلع يلو بس. جينيريشن افتر جينيريشن، يعني جيل بعد جيل ما طلعش غير اصفر، فتاكد ان ده بيور. والاخضر نفس القصه، ما طلعش غير الاخضر، فهنا عشان كده فقال ايه ذا كلر اوف ذا سيدز بيور ان بلانت هي هاد بلانتد، يبقى هو الاثنين بيور. طيب يلا يا عم مندل بقى اعمل تجربتك بقى، يبقى الاول حاجه اتاكد من البذور.
مندل بلانتد ذا سيدز بيور يالو، بدا يزرع اليالو اللي هي البيور خالص لوحدها في جنب كده لوحدها خالص، علشان ايه؟ علشان ما تجيش حبل قاح من هنا تطير هنا وتطير هنا، فزرع دي في مكان ودي في مكان، يالو بيور والجرين بيور. And when they produced the plants اللي هي البيرنت يعني هذه النباتات بدات تظهر وبدات تطلع ايه؟ كارينج فلاورز. قال استنى قبل ما تطلع الفلاورز قام جاي على الانسر مقطع الانسر. شوف مقطع مقطع، الله انت قطعت الانسر ليه يا عم مندل؟ قال لي بص يا عم انا قطعت دي ليه؟ لان لو كنت سبتها كانت حبل اللقاح راحت من هنا ودخلت ولقحت نفسها ذاتيا. اما انت عايز ايه؟ قال لي لا انا هجرب بقى، ما دام هجرب انا عايز اعمل تجربه بنفسي. فقطع الانسر بتاعه الزهره اول ما بدات الزهره تتكون، قام قطع الانسر ليه؟ تعال نشوف الكلام ده. هي ريموفد ذا ستيمنز، كلمه ستيمنز اللي هي الاعضاء التسكير، ذا ستيمنز، يبقى هي ريموف ذا ستيمنز اوف ذا سم اوف ذا فلاورز، خد شويه من الفلاورز وقطع الستيمز بتاعتها. ها ليه يا مندل؟ To ensure that the plant doesn't self pollinate، لا يتقاسى او يلقح ذاتها. تعال اقول لك اعمل ايه بقى يا بني، بص معايا كده. سوري. مندل جه عمل ايه يا جماعه؟ ده اليالو وده الجرين. زرعه. اليالو ادي بعض الازهار بتاعت اليالو، قطع الانسر وساب الايه؟ ساب الاستجما بس، واخرى 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 ثانيه ساب الايه؟ البولينج جيز بتاعتها موجوده اهي، سابها عادي. ونفس القصه في الجرين، بعض الجرين شال البولينج جيز بتاعتي اهو تمام، وبدا ايه؟ وهنا برضو سابها زي ما هي، وبدا ياخد بولين جرين من هنا، البولين جرينز من هنا من الاصفر يلقح بيها الاخضر، وياخد بولين جرينز من الاخضر يلقح بيها الاصفر. يعني عمل هنا تلقيح ارتفيشال صناعي، بس عمل ايه؟ خد مره الميل جاميتس من هنا لقح بيها الاصفر، وخد مره الميل جاميتس من الاصفر لقح بيها الاخضر، فعمل هنا حاجه اسمها سيلف سوري ارتفيشال بولينيشن. تعال نكمل كده مع بعض. اول حاجه قطع ليه قطعت الستيمز يا عم مندي؟ قال لك عشان ما يعملش سيلف بولينيشن، لان يا جماعه لو كان ساب ده مع بعضه هنا بقى وساب ده كده كمان كان لقح نفسه والتجربه باظت. هو الراجل عايز يدرس صفه معينه، يا ترى ايه لو تقاس او تم تزاوج نبات اصفر البذور مع اخر اخضر البذور، يا ترى ايه اللي هيطلع؟ فلو كان ساب التلقيح الخلطي كانت نتائجه باظت، زي بالظبط ما في ست مثلا عايزه تعمل اكله، فعايز تعمل اكل تقول لك انا عايز اجرب النوع البتاع ده بس، رز ده بس، تعمل رز بس ما تحطش عليه اضافات تانية، لان ممكن الاضافات التانيه تغير الطعم، وبالتالي هنا يبقى كده تجربه غير سليمه. فمندل علشان يتاكد ان النبات ده ما لقحش نفسه ذاتيا، قام قطع الستيمنز بتاعته او الانسر بتاعه. تمام لحد كده يا جماعه؟ اللي عنده اي مشكله في حاجه يوقفنا لو سمحتوا يا جماعه قبل ما ننقل. حد عنده اي مشكله في الحاجه في اللي احنا قلناه دلوقتي؟ تمام نكمل. احنا خلاص فين؟ نعم اتفضلي يا مامي. هناخد لغايه فين يعني؟ هنكمل بقى التجربه يا ماني. ماشي. طيب تعالى بعد كده اعمل من دي الايه بقى؟ اللي احنا عملناه اهو بقى. بدا طبعا يا جماعه خلي بالكم بالفرشه ديت، لان البولنج جرينز يا جماعه عامله زي الدقيق، حاجه سنسيتيف قوي. فبدا ياخد بقى، بصوا اللي انا قلت لكم من شويه بقى اهو، بصوا ده اتقال بقى اهو، هنقول اهو. باي ترانس من دي عامل ايه؟ كروس بلونيشن، تلقيح خلطي بس ارتفيشالي صناعيا. باي ترانسفيرنج البولينج جرينز من عند الانسر بتاع مين؟ الجرين، وداها للاستجما بتاعت اليالو. يبقى خد البولينج جرينز من الجرين لقح بيها الايه؟ اليالو، والعمل عكس، وخد البولينج جرينز بتاعت اليالو لقح بيها الستيمنز مع الايه؟ مع الجرين. يبقى الراجل هنا يا جماعه عمل كروس بلينيشن، عكس كله مع بعضه، بولينج جرينز بتاعت الجرين لقح بها اليالو،
وخد البرنجز بتاعت اليالو لقح بيها الجري. تمام. وبعد كده بعد ما لقح قام غطي. ايه ده غطى ليه غطى؟ قال لك ما انا مش ضامن بقى، ما هو ممكن لو انا ما غطتهوش تيجي لي بلونجرينز من هنا من هنا طايره من هنا تبوظ التجربه، فعشان كده كفرد ذا ستيم ذا ستيجما، غطى الاستيجما اللي هي بقى جالها البلونجرينز اوف ذا بلاسترز افتر ذا بلونيشن، غطاها باي كيس كده بعد البلونيشن، وقال لها انا جربت وهسيب بقى اشوف النتيجه ايه، فعشان يضمن ان مفيش اي يحصل لها كروس او يحصل لها ميكس بلينيشن فغطاها. ليه غطتها يا مندل؟ اهو الاجابه ايه؟ تو بريفنت، ليمنع. يمنع ايه؟ الميكس بلينيشن بقى اللي هو بريفنت كروس بلينيشن اجين، يمنع ان اي تكاثر او تلقيح خلطي يحصل لها من اي صفات تانية هو مش عامل حسابها. زين بعد ما طلع بقى الناتج، طلع كل النات زرع بقى ده كله بقى زرع اهو البذور زرعها، طلعت كلها ايه يا جماعه؟ الفيرست جينيريشن طلع كله اصفر. بعد كده زرعها، هي بلانتد ذا بروديوس سيد، البذور طلع زرعها، اول ذا بروديوس بلانتس ويتش نيمد ذا فيرست جينيريشن كلها كانت يلو سيدز at percentage 100%. الله، كلها طلعت اصفر. قالك ايوه ده معناها ان الاصفر يا جماعه دوميننت، وكلمه دوميننت يعني سائد. سائد على مين؟ على الاخضر. الاخضر هسميه ريسيسيف يعني متنحي. تعال نشوف الكلام ده قالها ايه بقى. كل بذور صفراء ب 100% والجرين اختفى خالص. شوف ديسابير كومبليتلي، بس فين؟ في الفيرست جينيريشن بس. يبقى في أول جيل لما زرع فيه البذور طلعت كلها صفراء، واختفت البذور الخضراء تماما في الجيل الأول بس. أنا هقول لك تظهر زي في الجيل الثاني. حضرتك لو سمحت. اتفضل معاك. هو يعني الكلام ده حصل في النبتتين ولا في النبته اللي اتلقحت؟ في كله، في كله هنا وهنا. لا 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 لا، ما هو بص بص يا مارك، هو ليه خد البرونجز من هنا لهنا وخد العكس؟ يقول لك ليه؟ لان ممكن واحد يقول لك ايه، ده اصفر ليه؟ لان خد الميل جاميتس من الاصفر. فممكن واحد يقول لك ايه، اقول لك ليه بطل اصفر؟ علشان خد فهو الراجل عمل ايه؟ جاب مره ده وده عشان ما حدش يقول في الحالتين، في النبتتين. بص يا مارك، في النبته دي، في النبته دي، وفي النبته دي، في الحالتين طلعوا اصفر. وده عشان يتاكد ايه؟ عشان يقول لك ايه، ان موضوع الجنس الميل منين والفيميل منين دي مش فارقه معايا، اهم حاجه الصفات وليس لها علاقه بالجنس. مش عشان خد حبوب اللقاح من الاصفر هيطلع نبات اصفر، او خد حبوب اللقاح من الاخضر هيطلع اخضر، لا. فلما عمل ده وده طلع في الحالتين، في الحاله الاولى والحاله الثانيه كله يلو. ده معناها ان الصفه الصفراء هي الصفه السائده على الخضراء. نرجع تاني. So Mendel called that اليالو كولر، اليالو كولر سيدز سماه دوميننت تريت، وكلمه دوميننت يعني صفه سائده. ويعني ايه كلمه صفه سائده؟ لانها بتظهر في الجيل الاول بنسبه 100%. بيكوز ذا دوميننت اوف، شوف بقول لك ايه هي ايه؟ دوميننس سادت سائده على الجري. يبقى ليه الاصفر دوميننت؟ عشان هي دوميننس على الجري. And appear in the first generation بنسبة كام؟ 100%. فعلشان كده بسميها، عشان كده بسميها dominant trait، صفة سائدة. dominant trait صفة سائدة. طب والجرين سماها recessive trait، صفة متنحية. لماذا سميت متنحية؟ لانها ديسابير كومبليتلي، اختفت تماما في الفيرست جينيريشن في الجيل الاول، لكن هلاحظ انها تظهر في الجيل الثاني بنسبه 3 لواحد
ده بقى في الجيل الثاني لما يعمل التجربه الثانيه. مندل خد البذور الصفراء دهيت بعد ما خلصها تماما بتاعت كلها اصفر، قام قال لها والله يا زرعك مره ثانيه، وقام زارعها مره ثانيه وسابها بقى مع نفسها تلقح نفسها ذاتيا، سيلف بولينيشن، لا قطع ولا غطى، سابها مع نفسها وخلاص. شوف بقى اقول لك ايه، مندل ليت ذا فير جنريشن بلانت سيلف بولينيشن، ساب الجيل الاول يلقح نفسه ذاتيا زين بلانت زرع. وبعد كده زرع النتيج. ايه اللي حصل؟ ذا بروديوس بلانت سويتش نيمد زين ذا سكند جنريشن، لا ايه؟ الثري كوارترز 75% طلع اصفر، وخمس والكوارتر الواحد اللي هو 25% طلع ايه؟ اخضر. يبقى نسبة 3 أصفر إلى 1. ده في الجيل هنا يا جماعة الثاني، في الجيل الثاني. يبقى في الجيل الأول في عند صفة سائدة على صفة تانية، يبقى اليالو كان دومينانت على الجرين، كل أفراد الجيل الأول كانت يالو because the yellow trait dominance over the green في الفيرست جنريشن. لكن البذور الناتجه الصفراء اللي طالعه ديت لما زرعها مره تانية لقاها بتطلع اصفر بنسبه 3 واخضر بنسبه 1. يعني لو كان عندي مثلا 8 بذور هيبقى 6 منهم اصفر و2 اخضر، لو كان عندي مثلا 12 يبقى ال 3 12 3 في كام؟ 13 4 فيها 3 في 1 3 في 3 في 9 9 هيبقى 9 اصفر، والباقي اللي هو ال 3 الباقيين هيبقوا ايه؟ اخضر. يعني بنسبه 3 الى 1، يعني ممكن ايه؟ 6 الى 2، ممكن 9 الى 3، ممكن 12 الى 4 وهكذا. المهم النسبه اللي عندي 3 الى 1. دي كده يا جماعة التجربة بتاعت مندل. خلاص احنا خلصناها، بس هنشوف بس حاجة عشان نقف عليه كده على البرنسبل اوف ذا كومبليت دومينانس. اهيت قال لي ادي النبات الاصفر البيور اللي في الاول خالص اللي زرعوا عدة اجيال عشان اتاكد من البيورتي مع الاخضر، وبعد كده طلع عندي الاخضر بيور والاصفر بيور، لما لقحهم مع بعض طلعوا كل الجيل الاول يالو وده 100% وده دومينانت. بعد كده لما زرعها سيلف بنيشن طلع لي 3 اصفر الى 1 اخضر، وهنقف لحد كده.